استجابة لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، خرجت جماهير شعبنا أمام مقر الصليب الأحمر في المحافظات الجنوبية تزامنا مع فعاليات انطلقت في محافظات الوطن كافة دعما للأسرى في معركتهم ضد إدارة السجون والإجراءات الفاشية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. تأتي هذه الوقفة انسجاما والتزاما بتعليمات اللجنة الوطنية الموحدة للحركة الأسيرة التي أصرت على أن يكون هذه الوقفة وقفة وحدوية على مستوى الوطن كافة وتكون بصفة وحدوية كاملة، حيث تأتي هذه الدعوة استنفارا من كل المؤسسات الفاعلة والناشطة من الإعلام الوطني الفلسطيني من الأسرى المحررين دعما وإسنادا للحركة الوطنية الأسيرة التي يتم تهديدها بنسف جدار الحياة التنظيمية والحياة الوطنية والاعتقالية في داخل السجون. المشاركون خرجوا بدعوة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين رافعين شعارات ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى لا سيما المرضى منهم، منددين بالقوانين والإجراءات العنصرية التي تستهدف إنجازاتهم وحقوقهم، وآخرها قرار بن غفير القاضي بتقليص زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون. هذه الفعاليات هي فعالية مركزية ضمن لكل الفعاليات على امتداد الوطن الفلسطيني استجابة لدعوة الأسرانا الأبطال، ليؤكد شعبنا الفلسطيني أنه خلفهم وخلف مطالبهم العادلة وخلف برنامجهم الكفاحي في مواجهة سياسة ابن غفير وسياسة الحكومة الفاشية التي تريد أن تتخذ سلسلة من الإجراءات بهدف المس بإنجازات الحركة الوطنية الأسيرة التي انتزعتها الحركة بفعل نضالها البطولي وتضحياتها الكبيرة. تأتي هذه الوقفة دعما وإسنادا للبرنامج النضالي الذي تستعد الحركة الوطنية الأسيرة لخوضه في مواجهة السياسات والقوانين والجرائم الإرهابية العنصرية التي ترتكبها دولة الاحتلال. الجماهير عبروا أيضا عن دعمهم للأسرى في معركتهم النضالية من أجل نيل حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كل المواثيق والمعاهدات الدولية في ظل الإجراءات العنصرية التي يتخذها الاحتلال ضدهم. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.